لأول مرة في تركيا فضائح بجلاجل لشبكة الموساد الصهيوني، تفاصيل صادمة. في سابقة جديدة كشفت صحيفة صباح التركية تفاصيل جديدة عن شبكة تجسس الموساد الصهيوني التي قامت المخابرات التركية بتفكيكها مؤخرا والقبض على كافة أفرادها 15، وذلك في عملية سرية نفذت في 27 أكتوبر 2021 بعد متابعة ورصد من المخابرات التركية. ونشرت صحيفة صباح التركية صورا لجميع أعضاء شبكة الموساد وتفاصيل أنشطتهم التجسسية في تركيا. وفي التفاصيل أوضحت الصحيفة أن الاسم الأكثر أهمية من بين الجواسيس كان المتهم ميم أليبسين، وهو طالب طب في جامعة كونيا والمسؤول عن الاتصال بمسؤولي الموساد في الخارج وتلقي التعليمات منهم. أما الاسم الثاني فهو المتهم ألف باه، وهو المسؤول المالي في شبكة الموساد الذي يقوم بدفع المبالغ المالية للجواسيس داخل تركيا. وأشارت صحيفة صباح إلى أن كافة عملاء الموساد 15 هم من أصل عربي وكانوا مقسمين إلى 5 خلايا منفصلة. وتبين أن العميل ألف زاي مسؤول الموساد في ألمانيا والذي يحمل جواز سفر صهيوني برقم 307 تواصل مع المتهم ميم ألف سين وأصدر له تعليمات حول أنشطة التجسس في تركيا ليقوم بتزويدها للجواسيس، كما قدم نفسه للعملاء تحت 6 أسماء مختلفة حسب ما ذكرت الصحيفة. كما أن المتهم ميم ألف سين مسؤول الاتصالات بالموساد يتواصل عبر تقنية الفيديو مع المتهم ألف باء المسؤول المالي للشبكة. وفي سياق متصل أوردت صحيفة صباح أسماء باقي أعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية ودور كل جاسوس منهم وأنشطة تواصله مع الموساد. المتهم ميم ألف 21 عاما وكان يجمع معلومات عن مكتب يقدم خدمات للمواطنين العرب في تركيا، ذلك بناء على أوامر العميل ألف زاي مسؤول الموساد في ألمانيا. المتهم ألف جيم ألف 29 عاما كان مسؤولا عن توزيع الأموال المرسلة من مسؤولي الموساد في مصر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين. المتهم نون ألف 29 عاما لعب دورا في توزيع الأموال المرسلة من مسؤولي الموساد في الخارج من خلال الاستلام من شركة تحويل الأموال وسترن يونيون. الجدير بالذكر أن المخابرات التركية أحبطت شبكة موساد تتكون من 15 شخصا منظمين في خلايا من 3 أشخاص تنشط بهدف التجسس في تركيا.